أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل جمعنا مرحوما واجعل فرقنا من بعده معصوما يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مرحبا يا شباب، أهلا وسهلا. اليوم تاريخه ايه في شهر رجب؟ لا من غير ما تغش. هي هي اليوم 27. شو عندنا في 27 رجب؟ شو عندنا في 27؟ مسامح، انا مسامح. شو عندنا في 27؟ اسراء والمعراج. عندنا اسراء والمعراج. انا ازعل، لا ازعل لو ما قلتوش. شو احنا ما كناش بنقول؟ نعم اوكي. عندنا رحلة الإسراء والمعراج. وانتم بتتذكروا ان احنا قلنا الدرس الماضي ان احنا عايزين نبلش نستعد في اعمال رمضان، فاحنا اليوم ان شاء الله هنحاول نجمع بين لن نخرج عن موضوعنا، سنحاول ان نجمع بين الإسراء والمعراج والاستعداد لرمضان ان شاء الله رب العالمين. الله المستعان. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. El día de hoy, la noche de hoy, es la noche del 27 de Rajab, y el mes de Rajab, como estábamos hablando sobre la preparación del mes de Ramadán, asimismo, el mes de Rajab es el mes que simboliza el viaje nocturno del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y la fecha que se indica es la fecha 27, que es la noche de hoy. Por lo tanto, inshallah, trataremos de continuar con el tema de la preparación para el mes de Ramadán, y a la vez vamos a vincular a ese aspecto con el tema relevante de hoy, de la fecha de hoy, que es el viaje nocturno del profeta عليه الصلاة والسلام. كانت رحلة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عشر سنوات من الدعوة قبل رحلة الإسراء والمعراج. إذا أحببنا لو حبينا نحط لهم عنوان يا شباب، عشر سنوات الرسول عاشهم بين المشركين، لو حبينا نحط لهم عنوان كلمة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو كانت؟ رحلة الإيمان. إيمان، ها؟ استعداد. يلا يا شباب، يوسف قال إيمان واستعداد، ها؟ اطلع لي على الرسول وشو شاف وشو عمل وقول لي كلمة. عشر سنين قبل رحلة الإسراء والمعراج، تذكروا؟ قول يا فريد، قول كلمة واحدة. اوصف لي عشر سنين مرقوا من حياة الرسول وحياة المسلمين قبل الإسراء والمعراج. الله يرضى عليك. صعوبات. آخر ثلاث سنين بس قبل الإسراء والمعراج كان النبي وبيته وزوجته وعيلته في السجن، ومش حيالله سجن، السجن في الصحراء، السجن الموجود في مكان يعني بالقليلة مش هيشوفوا الشمس، هيلاقوا أكل وشرب، لكن هاي السجن كان قرار، وقرار إنهم يتحطوا في الشمس وما في أكل وما في شرب، ما حدا هيبعت لهم شيء وما حدا هيبيع لهم شيء. أسرة كاملة معاقبة بأنها موضوعة في حرارة الشمس، ليس يوم ولا شهر ولا سنة، ثلاث سنوات كاملة. صعوبات. El viaje nocturno del profeta عليه الصلاة والسلام se dio a cabo el año 10 de la profecía a partir de la revelación del Sagrado Corán. El año décimo fue el año en el cual se dio a cabo este viaje milagroso. Entonces el Sheikh estaba preguntando que esos 10 años que le precedían al viaje nocturno, ¿cómo lo podemos definir en una palabra esos 10 años? Entonces lo que dijo Farid, que lo podemos definir con la palabra sacrificio, esfuerzo. Y realmente esos 10 años fueron muy desafiantes, porque los musulmanes empezaron a predicar el mensaje de Allah y los incrédulos de la Mezca lo torturaban y lo sometían a sufrimientos inhumanos, especialmente los últimos 3 años antes del viaje nocturno. Como escuchamos, que restringieron a los musulmanes, y el profeta alayhi salatu wasalam
junto a su tío, los Banu Hashim, tuvieron que salir. Y ese boicot que le hicieron era en todo sentido, o sea, tanto en el aspecto social como en el aspecto económico. Y tuvieron que pasar 3 años en el desierto, en el monte, no tenían de qué comer, de beber, no tenían nada. Inclusive está escrito en los libros que pasaban días alimentándose con hojas de árboles. Es el sacrificio que hicieron. Entonces, cada éxito, podemos decirle, cada honor tiene detrás un sacrificio, tiene detrás un esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo lo podemos definir como con la palabra sacrificio que se hizo en esos 10 años a partir de la revelación. لا انا انا شيخ لا اتحدث عن المجهود الذي فعله النبي ولا المجهود اللي فعله الصحابه انا اتحدث عن الصعوبات التي واجهوها الصعوبات التي عاشوها كيف اعيش انا واهلي وزوجتي واولادي في السجن بلا اكل وبلا شرب 3 سنين كيف اصبر على ذلك cómo puede ser que yo con mi familia con mi esposa con mis hijos pase 3 años sin tener alimentos, sin tener provisiones. Entonces son dificultades muy difíciles de ser aguantadas. Pues. معنا لسه بكفي. وأول ما خرجوا شو حصل؟ ما هو 10 ده هو عام الحزن. وأول ما خرجوا من الحصار شو حصل؟ ماتت الزوجة الحنونة التي لم يشتكي منها النبي أبدا يوما. اللي عاش معها يعني 25 سنة كلهم كان بيحلف فيها زوجاته قولوا أبدلك الله كانت عجوز أبدلك الله خيرا منها شوف ختيارة هاي متت عندها 75 سنة شو عشت معها أنت يقول لا والله ما أبدلني الله خيرا منها أبدا ما في أحسن من خديجة وبعد خديجة يموت العم هذه اللحظات أو الأيام التي سبقت No solamente ese sufrimiento que se vivió en especial en esos 3 años, sino que después que se levantó el boicot, pocos días después falleció la esposa del profeta, la esposa Khadija, que apoyó al profeta en toda su vida, en los días más difíciles, ella estaba al lado del profeta, puso a su disposición todos los bienes que ella tenía, nunca el profeta tuvo quejas de ella, inclusive más adelante las esposas del profeta le decían que ¿por qué te recuerdas y extrañas tanto a esa vieja? Porque ya Khadija tenía edad, a pesar de que Allah te ha dado algo mejor, eso lo decía Aisha radiyallahu anha, entonces el profeta le decía que Allah no me ha dado algo mejor, ella fue la mujer que en los momentos más difíciles de mi vida estuvo a mi lado y en todos sentidos me apoyó, entonces esa mujer que era un apoyo para el profeta alayhissalatu wassalam, tras el levante del boicot fallece y se despide de esta vida, ponemos entender el corazón cómo lo habrá tenido el profeta en esos momentos. مش عارف الصوره وصلت لكم ولا ما وصلتش يعني عشتوا مع عاشه الرسول اقرب لكم بمثل لو في حدا لو ان هناك من تحبه شيخ ويحبه وكلما راك يبش ويفصح لك ويثني عليك ثم إذ في يوم يتطاول عليك ويسبك ويتهمك بأشياء كثيرة ليست فيك هل هذا يؤلم الإنسان أو لا يؤلمه؟ Por ejemplo, vamos a comprenderlo con un ejemplo que una persona que amas y también te ama él y siempre cuando se encuentran te hace feliz, te hace reír, te relaja el corazón, te tranquiliza. De la nada esa persona empieza a insultarte. Empieza a calumniar y empieza a hablar mal y a agredir, ¿cómo tú te sentirías? لا جواب عايز جواب عادي normal ولا normal siente mal claro طب لو ده موقف طب لو بقى فضل 10 سنين يعاملك هيك معامله مش يوم انت كان بيحبك جدا كنت احب الناس اليه لكن يا غير وجهه وبدا يسب لك ويسب لاهلك وعشر سنين كيف تشعر انت تعرف السبب انك تسير في طريق الله هذا هو السبب
أنا لا أستطيع أن أتراجع، لكن هو مستمر في العداوة لك. هذا ما عاشه الرسول يا شباب. عمه أبو لهب من حبه إله، أول ما اتولد الرسول كان عنده جارية اسمها الشفاء، قال لها أنت حرة، يلا عشان محمد جه أنت حرة. من حبه لي ابنيه زوجهم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بيحبه جدا أبو لهب، مش أبو طالب، أبو لهب. وأول ما قال أنا رسول الله شو قال له؟ أنت أخوت شيء؟ تبا لك شو اللي أنت جاي تقوله؟ وبدأ العداوة، وخلى أولاده يطلقوا بناته، ومراته تحط له الشوك في الطريق والزبالة على الباب. شو حصل؟ شو عمل النبي عشان هيك؟ عمه أخو بيه، وكان بيحبه، كان بيحبه جدا، كان بيحبه جدا. وهكذا هكذا كان كل أهل مكة مع النبي. فاكرين لما كنا بنحكي عن بناء الكعبة، أول ما دخل الرسول قالوا رضينا بالأمين حكما، هو محمد اللي جاي خلاص محلولة. مكة كلها كانت تحب النبي هذا الحب. شو تغير؟ كيف يتحمل النبي أن يسمع ممن كانوا يسمعونه المدح؟ أنت كذاب، وانت ساحر، وانت شاعر، وانت كاهن، وانت ابتر، وانت وانت وانت. كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم على كل ذلك؟ شيخنا من يتزوج من ابو لهب زوج ابنيه من ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اذا حتى نزلت الرساله طلقتا. اوكي. Bueno, Abu Lahab, uno de los tíos del profeta que amó tanto al profeta desde el principio, desde que nació, que por escuchar la buena nueva de nacimiento del profeta, él liberó a su esclava, y también hizo que se diera a cabo el matrimonio de dos de sus hijos con las dos hijas del profeta alayhisalatu wassalam, y toda la vida lo amó. Inclusive había un conflicto en la Meca cuando hubo lluvia y se estaba remodelando el Kaaba. En ese momento él se puso feliz cuando escogieron al profeta como la persona indicada para resolver el problema. Entonces, por tantos años que él demostró amor, cariño al profeta y le dio comodidad, cuando el profeta empezó a predicar el mensaje, el primero que rechazó su mensaje y lo insultó y le faltó el respeto, por el cual se reveló el capítulo fue su tío, fue el mismo tío que lo amaba por años. Entonces no podemos imaginar qué tanto habrá sufrido el corazón del profeta al ver a su propio tío que toda la vida lo amó, y cuando él empezó la prédica fue el primero en rechazarlo. انا لن اشرح كل ما راه النبي، لكن انا اريد ان اعطيك عنوان. فكانت ايام مصاعب، والنبي تعامل معها بشو؟ بالصبر. كل حدا كان بيجي يائس، الرسول يقول لا ما فيش يأس، يعني خباب بن الارت مش بيتعذب، يحرق على النار اللي هو شغال حداد، فمش بيجيب الحديد ويلسعوه بالنار، يضعوه هو على النار التي يضع عليها الحديد، وبعدين يجي يا رسول الله اطلع نحن تعبانين، الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا؟ النبي يقول له كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بامشاط الحديد بين لحمه وعظمه، ثم يفرق رأسه نصفين لا يرده ذلك عن ديني طرفة عين، ولكنكم قوم تستعجلون، والله لا يتمنى الله هذا الأمر، حتى يتمنى الله هذا الأمر والصحابة يعذبوا، وبلال في الشمس، هذا يحرق وهذه تجلد. والنبي لا يحب اليأس ولا يحب حديث اليأس، يقولهم لا لا لا، كل ده هيتغير. يذبحوا جمل ويضعوا تنظيف جمل حاله على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي ابنته بتبكي ويقول لها لا يا ابنتي شو بتعملي، يمسح لها دمعها ويقول لها ان الله ناصر اباكي وجاعل لما ترين فرجا ومخرجا. النبي مش فقط يصبر، النبي ينشر الصبر وينشر التفاؤل والامل في الصحابه رضوان الله عليهم. هذا ما عاشه النبي قبل الاسراء والمعراج. Y una de las escenas que el profeta Al-Israatu Wasalam vivió antes del viaje nocturno fue el sufrimiento de sus compañeros que se estaba viendo. Por ejemplo, el ejemplo que dio el sheikh de Khabbab radiallahu anhu, que a él lo ponían, en vez de poner un hierro en el fuego, ponían su cuerpo y lo quemaban. Entonces, de esa manera, Bilal radiallahu anhu, en una tierra ardiente,
y en el mediodía cuando el sol estaba en su peak, ahí lo pusían y por encima ponían piedras y rocas. Todo este sufrimiento fue presentado al frente del profeta, y Jabal le dijo al profeta que, oh mensajero de Allah, ¿hasta cuándo vamos a pasar estos días? ¿Por qué no le pides a Allah? Entonces el profeta les dijo que no pierdan la esperanza en Allah, y el profeta les dijo, por un lado ellos están pasando y sometiendo sufrimiento y sacrificio, y por otro lado el profeta les dice que Allah subhanahu wa ta'ala va a concretar su plan de propagar el Islam, y le dijo que lo que ustedes están pasando, el sacrificio, es muy leve en comparación a lo que pasaron anteriores. Tal vez hayamos escuchado cómo martirizaron a Zacarías y Yahya, o sea que ellos estaban a Zacarías se narra que estaba en un árbol, ¿no?, y lo cortaron en pedazos, Zacarías alayhi salam. Entonces el profeta dice que sus antepasados, ellos hicieron tanto sacrificio por la causa de Allah que lo partieron el cuerpo en pedazos y aún no se quejaron y estaban dispuestos para dar su vida, o sea, no comprometer su fe aunque le costara la vida. Entonces el profeta nunca les dijo que les permitió que perdieran la esperanza en Allah subhanahu wa ta'ala, y lo que le recomendaba el profeta es que mantuvieran paciencia. Entonces esto también se vivió antes del viaje nocturno. ¿Qué dejó el haila para Ramadán? Cuando es el caso que uno, por ejemplo, como le pasó a Zacarías, él no puede comprometer de mentir a la fe, decir como que sí, ustedes mentiran. Al anbiya. لا الأنبياء لا يترخصون، لكن سيدنا عمار بن ياسر قال كلمة الكفر وذهب يبكي بنادى النبي، قال يا رسول ماله مني، قتلوا أمه وأباء ممعينه وقالوا لو ما ثبتش محمد بنقتلك أنت كمان، فسب النبي صلى الله عليه وسلم وراح يبكي ويصرخ بنادى النبي، فأنزل الله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ده مش كافر، ولكن من شرح بالكفر صدرا، أبو جهل واللي خلوا عمار يقول هذه الكلمة، من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب. En este tema lo que se dice es que aquellos que están en un puesto de liderazgo ellos no lo pueden hacer porque detrás de ellos está una nación. Un ejemplo. Está una nación. Entonces se puede desviar toda la nación por ellos. Pero si es una persona normal, el profeta, como lo dijo el Sheikh, y Zacarías era un profeta, era un ejemplo para una nación. Pero en el tema de, por ejemplo, Ammar, que al frente de él martirizaron tanto a su madre como a su padre. Entonces él fue donde el profeta, y el profeta se quejó que me están castigando de una manera muy inhumana. Entonces yo, para que se detuvieran, le dije, aprecié a los ídolos, pues, y me dejaron. Entonces, el profeta le dijo que si vuelven a hacer este esto, hazlo, mientras que el corazón esté satisfecho, no se va a afectar tu fe. وليس موضوعنا لكن وكل من كان في مقام القدوة يا حسام شأنه شأن الأنبياء مش شأن العموم. كل من كان في مقام القدوة ينظر له ويتبع في فعله فهو ليس شخص. إذا كنت أنا الناس تضعني وتقلدني يا ريتها مشكلتي، لو مشكلتي يا خلاص، لكن أنا لو عملت هيعملوا ولو قلت هيقولوا يبقى ينفع. وذلك جلد سيدنا الإمام أحمد بن حنبل أكثر من السراك، وحبس سنوات طويلة في السجن عشان يقول كلمة وما قالهاش. إمام أحمد بن حنبل por ejemplo lo que dice el Sheikh es siempre cuando una persona es un ejemplo para una nación, para una comunidad, para él no está de ninguna manera permitido que él diga unas palabras que vayan en contra de los principios. Por eso es que hoy en día en el Medio Oriente vemos muchos países que tienen encarcelados a los ulemas. Ellos prefirieron estar en la cárcel que decir una palabra a favor de sus gobernantes. Entonces, Ahmad bin Hanbal también fue uno de los imams estrellas en la historia del Islam. A él le dieron latigazos, pero fuertes. Aún él no comprometió el principio que él tenía. Era un tema sobre el Corán, pero él se mantuvo firme y de ninguna manera lo comprometió. Pasó un largo tiempo en la cárcel. مع علاقة الصعوبات والصبر برمضان. ¿Cuál es la relación de las dificultades que se pasó antes del viaje nocturno con la preparación para el mes de Ramadán? Va a ser mucho más fácil. نعم. بعين هاي رمضان هاي كده
ما العلاقة يا حسام؟ ما تاخدنيش بعيد. كي ريلاسيون؟ احنا قلنا احنا هنجمع بين الإسراء والمعراج وبين التجهيز لرمضان. رمضان تصبر على الحلال. رمضان فيه تكليف، والتكليف سهل ولا صعب؟ التكليف لما تحط كل ما هو مطلوب منك محتاج صعب. والتكليف يحتاج إلى إيه؟ صبر. مش أنا خلاص راسي وجعاني شوية، لا مش هروح التراويح، نعسان مش هروح الدرس، مصدع مش هقرأ قرآن، رمضان ما بيسواش معه هيك. هل النبي تنازل عن شيء من أشياء من عجل عمه ولا خاله ولا حدا؟ لم يتنازل، بل بالعكس جم قالوا له هنعملك ملك، انت الملك، انت مش محمد، انت الملك بتاعنا، هنملى خزنتك بالمصاري، هنجوزك من كل عيلة وبيت كمان. بس بلاش هاي الرسالة والحكي ده، تخليك محمد اللي احنا بنحبه. وابك شيء؟ قال لهم هتعطوني؟ شو هتعطوني؟ والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الدين. شو كيف اترك يعني؟ تالي هو لا يقبل ابدا ان يحيد عن البرنامج الاوامر التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. وهي العلاقه يا شباب، نحن جاي علينا رمضان محتاجين ندخل بعزيمه وبايه؟ بصبر. انا ساحقق كل الاعمال معا، مش هستجيب لضعف شغل ولا لضعف بدن ولا الخروج مع صحبه ولا الزن انا لن استجيب هذا الشهر لله، وساعطيه لله سبحانه وتعالى. Entonces hemos sabido que cuál es la, el enlace entre lo que habló ahorita el Isra y el Mi'raj, o antes de lo que pasó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con el Isra y el Mi'raj, el enlace entre eso y el Ramadán. Simplemente que el Ramadán no es un mes ordinario, es un mes que necesita mucha paciencia y es un mes que necesita compromiso y dedicación. Entonces, cuando ya escuchamos todo lo que ha pasado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante esos 10 años antes del Isra y el Mi'raj, se nos hace más fácil entender la seriedad que uno debe tomar cuando se compromete con Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh dio varios ejemplos de que no, que si me duele la cabeza, listo, hoy me está doliendo la cabeza, no me da ganas de ayunar, hoy tengo sueño, no tengo ganas de venir al Dars. Por cualquier excusa pequeña, listo, tiramos la toalla y seguimos una rutina normal. Este es el tipo de sacrificio que está hablando el Sheikh, que debemos aprender de lo que pasó, la experiencia que pasó con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para poder entrar a Ramadán y abrazar el mes con un ánimo y con una programación prácticamente, con un compromiso de que este año, este mes, me voy a dedicar y me voy a comprometer con Allah subhanahu wa ta'ala de que voy a cambiar y voy a ser una persona diferente. Y uno le va a dedicar energía de verdad, no simplemente pasé el mes y pasaron los días y ayuné y listo, sino que después de Ramadán salió una persona totalmente diferente porque dedicamos, hicimos un compromiso. قال النبي وهو شهر الصبر والصبر ليس له جزاء إلا الجنة. الصابرين إلى الجنة مباشرة. طيب كيف أحقق هذا الصبر؟ كيف الإنسان يستطيع أن يغالب نفسه، يغالب الهوى، يستمر في طريقه؟ هذا نتحدث فيه في درس محدد إن شاء الله، لكن إحنا اليوم سنحاول أن نجمع بين التجهيزين. نعم. تفضل يا شيخ. تفضل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم dice que el mes de Ramadán es el mes de la paciencia. Porque realmente necesita mucha paciencia. Sin embargo, el Sheikh no va a hablar en detalles respecto a la paciencia, porque eso lo va a hablar en otro Dars, para dar más detalles de una forma mucho más específica. No.
النبي بعد الخروج ذهب إلى الطائف، والطائف هو طريق طويل 80 كيلو متر في المرتفع، وكلنا بنعرف شو حصل له في الطائف، ما حدا حكى معه وأغروا به السفهاء والأطفال من أجل أن يضربوه بالحجارة. El profeta alayhi salatu wa salam, después de este viaje, fue hacia Taif, y sabemos cómo respondieron la gente de Taif y cuál es el sufrimiento que pasó el profeta alayhi salatu wa salam en Taif. Nos imaginemos que son 80 kilómetros que cortó el profeta alayhi salatu wa salam. Entonces también fue un momento muy, muy triste de la vida del profeta alayhi salatu wa salam. Por la espalda que se le dio al mensaje que fue a predicar. بس يعني ما تنزعجوش لما قلنا نزل رجلك وبطل حكي، هو مجلس العلم، نحن في ضيافة الله سبحانه وتعالى، وما نقول هذا هو كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أجل تقديس الله وتقديس رسوله. نحن متعودين على حتى في الجمعة تك 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 بالتليفون، وهذا كله ما بيسواش. أنا حينما أجلس في مجلس الله سبحانه وتعالى ينبغي أن أتغير، أقعد هيك مثل الألف الطالب، يعني حتى قال الاتكاء ليس من أداب مجلس العلم. لو أنا قلت لكم شوية الآداب هتلاقونا إحنا واي لكن إحنا إن شاء الله الحمد لله إحنا بنجر إن شاء الله إحنا قدام شوية، فسامحوني، لكن هو هيك للعلم آداب. Yo le estaba diciendo que no tenemos que levantar el pie, es por el respeto al llame y por el respeto a Allah subhanahu wa ta'ala. Y siempre cuando entramos en el llame, tratemos de dedicarnos en algo que sea relevante a la mezquita, que sea significante al respeto y compatible al respeto de la mezquita. Entonces, siempre cuando venimos a la mezquita, tratemos de evitar sentarnos apoyados. Por ejemplo, muchos que tienen problemas en la espalda pueden sentarse apoyados, pero nosotros tratemos de sentarnos en el medio. Ustedes verán que en los Yuma, por ejemplo, hay muchos señores mayores de edad, que son mayores, y nosotros viéndonos sentimos en nuestro corazón que pobrecito, ¿por qué no se sienta apoyado si ya tiene una edad? Pero ¿por qué hacen todo ese esfuerzo por el respeto de la mezquita, por el respeto de Allah subhanahu wa ta'ala? Y también hay otro punto, que uno se sienta apoyado y se duerme, se le puede romper el vudú y se invalida el rezo. Entonces muchos quieren, ¿cómo se le dice?, evitar eso y sentarse en el medio para que no se duerman. Entonces tratemos de no acostumbrar nuestras espaldas con la pared, sino vendrá un tiempo que si nosotros no vamos a querer sentarnos en el medio, ya estaremos discapacitados, vamos a tener que apoyarnos a la mano. Ok, شباب. النبي حينما عامل بهذه المعاملة في الطائف، معاملة سيئة أيضا، ترك مكة اللي حبسته إلى الطائف التي اصدرته. طب مكة كانوا بيسمعوا وبيطلعوا في وجهه، الطائف ولا شيء، الباب مسكرة، ووجد الحجارة فقط تلقى عليه، فأحس النبي أن ذلك غضب من الله. Entonces, por un lado tenían al profeta restringido y por otro lado respondieron al profeta a piedras en Taif. Entonces el profeta sintió en su corazón que esto simboliza la descomplacencia y la ira de Allah. ¿Qué es lo que hizo el profeta? يحل هاي المشكلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يقول يا رب انت غضبان عليا، معقول يعني أهلي عايزين يقتلوني وبعدين يحبسوني وبعدين عمراتي وعمي يموتوا وبعدين أجي الطائف يضربوني بالحجارة؟ شوفي، رفع أيديه وقال اللهم إليك أشكو ما أنا فيه، إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب العالمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ لو أنت ما هتساعدني مين هيساعدني؟ إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني، هدول اللي سكروا بابهم وضربوني، أم إلى عدو ملكته أمني هناك بيعدوا علي الأنفاس وخارج متخفي هو وربيبه؟
أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. لو أنت رضيان أنا ما عندي مشكلة، أنا ما في مشكلة، لكن أنا خايفان لك كن غضبان، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو أن يحل علي سخطك. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني يا رب أنا ما بسوى ولا كل أعمالي بتسوى، أنا محبوب، هذا معنى العتب، لك العتبة لحد ما ترضى. فرجيني يا رب إنك رضيان، أنا ما يعني ما بقدر أكفي وأنت غضبان عليا. El profeta alayhi salatu wasalam sintió que tal vez Allah esté descomplacido de él por lo que él veía en el mundo. Entonces él se enfocó en resolver ese sentimiento que tenía. Entonces diría hacia Allah subhanahu wa ta'ala y hizo el dua que lo hemos escuchado varias veces, que Allah, ante ti yo presento lo que sufro y lo que estoy viviendo, y le dijo a Allah que Allah, ¿a quién me estás entregando? A los lejanos que me rechazan o los enemigos que me encierran. Oh Allah, si tú estás complacido de mí, entonces yo estoy conforme en la situación que tú me mantengas. Sin embargo, te pido, oh Allah, que me des el bienestar, el afia, y en tu mano está todas las consecuencias y tú eres el que tiene todo el poder. Es el dua que le hizo el profeta alayhi salatu wasalam al frente de Allah. تذكروا الدروس اللي احنا عملناها، احنا مش هنحكي قصة الصلاة المعراج. يلا قولوا لي شو حصل بعد الدعاء. يلا نزل ملك الجبال، الله يرضى عليك، ملك الجبال لك انت ليه الملك الجبال بينزل من راسه، استأذن الله وراح يقول لرسول شو بقى محمد اذا بدك ما يبقاش في مكة والطائف هدول اللي زعجينك يا نوديهم الى جهنم. لكن النبي ما وافق. اثنين شو اللي حصل؟ ¿Qué más ocurrió? El primer punto, lo que dijo el hermano Omar, que llegó el ángel de la montaña para aplastar a ese pueblo y el profeta alayhi salatu wasalam no lo aceptó. شافوا الاسلام. هو شغيل. ها اسمه عباس. جه شو عمل؟ اسلم. اسلم وقبل ايد النبي. انت ليه مزعوج يا محمد؟ ادي ملك الجبال، ادي السماء، وادي الارض كمان، عداس جاي واسلم بين ايديك، الله رضيان الله وطعمار العنب. ها لانه ملك الجبال هو الذي عرض. نعم عباس. ها شو بعد عباس؟ يلا قولوا بنقولها في الخطب وبنقولها في نعم شو بيستا يعني إشارة يعني أعطينا إشارة حتى ناس قوم بحالهم أسلموا، قبيلة بحالها دخلت في الإسلام. un pueblo que abrazó el Islam. un pueblo a otra dimensión. الجن. مين اللي قال الجن؟ جاد. الجن. النبي في الطريق وبيقرا قران كعادته في قيام الليل، جم الجن وسمع الله ده في كتاب جديد نزل، وجم واسلموا بين ايد النبي صلى الله عليه وسلم. شو تاني؟ en la regresada el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba regresando ya se marcó otra vez. Y él normalmente en la noche reza, que reza en la noche. Durante su rezo nocturno, que él estaba recitando el Corán, lo escuchan un grupo de jinn. Y ese grupo de jinn se interesa y dice, bajó un libro que nos habla hacia nosotros, tiene mandamiento de Dios, un libro de Dios hacia nosotros, entonces vamos a sentarlo a escuchar. Entonces esa misma tribu de jinn se sentó con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, discutieron y entraron al Islam. Y ellos mismos, ese mismo grupo, fue a predicar el Islam a su... al resto de los jinnes. نعم هو بس عشان هم سمعوا راحوا انظروا قومهم وبعد هيك قعدوا مع النبي، لكن في هذا الموقف يا يوسف ما بس سمعوا راحوا قومهم مباشره. يعني النبي اراد ان يسلم الطائف؟ لا،
ده قبيلة الجن، الجن دخلوا في الإسلام وليس عن طريق النبي، هم جم لحد رجليه وأخذوا الرسالة وراحوا بلغوا قومهم، فأتوا بعد ذلك للجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ había comentado también no que ellos habían visto que se le habían cerrado la puerta para que escucharan las informaciones del cielo. Entonces ellos estaban preguntándose qué es lo que ha ocurrido. Entonces estaban buscando. Ahí es que llegaron ellos y escucharon al profeta recitar, escucharon el Corán. ¿Qué más? El Isra' wal Mi'raj. وبعد الإسراء والمعراج الأنصار، أول جروب من الأنصار جه وقابل النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي تغير؟ قبل في نقطة كلها صعوبات وبعدين سهولة سهولة سهولة، ما هي النقطة؟ جزاء بعد الصبر، ضحى ضحى ضحى. في نقطة تحول بعدها، يعني عمال السلسلة عمال الصعوبات ترتفع وبعدين في لحظة أصبحت الصعوبات تنتهي تقل. بالدعاء يطلب من الله عز وجل. الله يرضى عليك. الدعاء كنت هتقول يا خالد؟ لا، هي قبل الإسراء والمعراج كانت جزء في الرحلة. نقطة التغيير لما رفع ايديه وقال يا ربي انا ما بس النبي عمل اها هذا كان يعني اصعب 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 مرحلة في حياته. Yani como que quien dice se ya, fue su punto más fuerte. Sí, pero lo que te quiere decir es que el cambio viene con el dua. No necesariamente tienes que estar en tu peor punto de vida, sino que quieres un cambio, viene con el dua. El dua fue súper sincero. Pero el mensaje es ese. Y otra cosa también lo que escuchamos en la batalla de Ahzab es que cada dua se levanta hacia el cielo mientras que hay sacrificio. El amal y la obra es el que levanta las súplicas. Entonces ya había una referencia de un gran sacrificio de tanto tiempo. Entonces ese dua que se hizo de una vez se fue al cielo y se aceptó. وكان الدعاء مش فخر على الله. نحن اوقات لما بصلي ركعتين ولا لما بعمل شغله ببقى ماشي وفارد صدري النبي مع كل المجهود اللي عمله بيقول يا ربي انا ضعيف، انا بشوف عائلتك ليش غضبان عليا هالقد، مع ان النبي ما قصر بشيء. بالعكس، النبي منذ ان كلف بالرساله وما قعد ما ارتاح. السيده خديجه قالت منذ ان نودي يا محمد يا ايها المزمل قم، قام ولم يركض. مستحيل انه ينام بالليل طول عمر اللي هي شافته. شو تغير النبي مع كل هذا الجهد؟ لكن لما دعا النبي دعا بايه؟ بمسكنة، بتذلل، رفع من مقام الله سبحانه وتعالى أنت وأنت 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 وأنا ما أنا ما أنا ولا شيء. ومن شان هيك هذا التواضع وأترك باب الله سبحانه وتعالى كل شيء تغير. تصوروا رب العالمين أرسل له ملك يقول له يلا نمسح مكة والطائف، هذول ما يبقوش موجودين، نمحيهم عن الوجود. كنت قلنا بدروس من تواضع لله رفعه. نعم، كل هذا تغير حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الجميل. ما علاقة هذا برمضان؟ Todo esto cambió cuando el profeta de Salat wa Salam hizo ese dua que simbolizaba humildad y simbolizaba debilidad. Entonces, ¿cuál es la relación de esta escena con el mes de Ramadán y su preparación? نزل فرض الصوم كيف؟ لا، احنا خالد بنحاول نربط بين المطلوب منا في رمضان والاسراء والمعراج، فشو العلاقه بين الدعاء وبين رمضان؟ الله يرضى عليك. بالضبط، اصلا رمضان انت لك في رمضان دعوات مستجابه 100%. اللي هتقوله من تمك هيحصل. امتى؟ قبل الافطار. بس الله اكبر. قبل الافطار. ايه هي الدعوات؟ امتى؟ عند الفطر. اي رمضان. الرمضان اي تيمبوس او جابس اسبيسيالس كي الدعاء اس ريسبونديو بالله سبحانه وتعالى جارانتيزاو. ما هيك سي هو جارانتيزاو. Entonces
Una de ellas es antes de romper ayuno. قال النبي للصائم عند فطره في نفس اللحظة دعوة لا ترد. الوقت اللي احنا ما شاء الله بنضيعه مثل المية هي. لأنه هو ساعة الأذان. احنا ساعة الأذان بنبقى شو بنعمل؟ عزايم بقى وعمالين تك 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 تك. أنت المفروض قبل ما تحط التمرة في تمك هاي الوقت. هو مش قبل، مش زي ما مثل يوسف قال، يوسف قال قبل الفطر، لا 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 هو عند الفطر. ساعة الله أكبر. احنا ساعة الله أكبر بنبقى جعانين. أنا عايز لما تحط الأكل بتضمك. فهي اللحظة. في لحظة الله أكبر لازم تكون مجهز دعوتك. شو بدك من الله هاي اليوم؟ وهدول كم يوم؟ 30 يوم للي بيصوم بس رمضان. في ناس معهم إذا رمضان 29 يبقى أنا بصوم 29 يوم لا في 6 من شوال ولا في ناس هيك بعرفهم من غير ما أسميهم في ناس ما بتصوم ولا يوم غير عرفة بس. فأنت لك عند الفطر دعوة الله سبحانه وتعالى لا يردها، لا ترد. معنى انك انت هتقولها والله سبحانه وتعالى شو هيعمل؟ هيعطيها لك. ما هي عندك ابواب السماء مفتوحة. لا بس ما ابواب السماء يعني بشرائط وباشياء اخرى، لكن هاي الدعوة بالذات دعوة ثمينة. لا ما تروح العزيمة، بس انت جهز دعوتك. اخذ 30 دعوة. ما تكتر. 30 دعوة. قول اول يوم انا هدعي بهاي الدعوة. دعوة واحدة. احنا بنقعد نقول حافظين شويه شغلات بنقولهم لا انا اول يوم هدعي لبيي، انا اليوم ده هدعي لامي، اليوم التالت انا هدعي مش عارف لابني، اليوم انت جهز دعواتك. هم 30 دعوه يوم دوها كنت يا igual manera que se hizo el dua del profeta asimismo lo que dice el sheik es que en el mes de ramadán en por cada ayuno el tiempo especial el momento especial en el cual se hace ese dua cuando levantamos el dátil para romper el ayuno. Ese es el momento que tenemos que hacer el dua. Que realmente es el reward que Dios está dando y lo estamos perdiendo, pues sí, estamos echando al agua. Entonces ahí podemos escribir una lista que cada día vamos a hacer un dua y eso lo hacían nuestros sabios. Cada día planificaban que el primer ayuno, el dua lo voy a hacer, por ejemplo, por mis padres, por el difunto, por mi familia, por mis hijos, por mi salud, por el negocio, lo que sea, por la eternidad. Entonces lo apuntamos y cada día estemos alineados a esa lista para que no perdamos a nadie en hacer el dua. طبعا الدعاء له كلام كثير، وهنا النقطة اللي قالها يوسف. الدعاء كعبادة، كيف أدعو، كيف تقبل دعوتي، ما هي الأوقات الفاضلة لاستجابة الدعاء. ده درس تاني برضو، ما في درس الصبر في درس الدعاء، لكن هاي بس كانت بس نقطة من أجل أن نربط بين الحدثين. El tema del dua ya es otro tema aparte que tiene sus detalles. Cuando hay que hacer el dua, cuando son los momentos especiales para hacer el dua, que son aceptados y en qué situación, cuáles son las condiciones para que los dua no se rechacen. Y todos esos detalles ya requieren de una charla, al igual que el concepto de la paciencia. Entonces eso lo dejamos inshallah para otra ocasión. Yo siento, Sheikh, que el dua es algo muy privado y muy bonito entre Dios y su siervo, pues es algo muy especial. Y entiendo, hay muchas personas que hacen un dua whatever y listo, salieron del paso. Pero realmente el Sheikh una vez nos dijo que el dua mojo la ibada. Hay hadith de Nabi, o sea, que el dua es prácticamente lo describen como mojo, o sea, el cerebro, lo que tú has entendido durante tu relación entre tú y Dios es lo que tú pides, es la forma que estás pidiendo, lo que tú pides es algo muy especial entre tú y Dios. Entonces, sí me parece que no debe ser un dua whatever, salí el paso y listo, sino que de verdad que salga del corazón entre uno y Dios. El moj es el que بيفكر, صحيح. انت بتفكر بالشغلات وبعدين بتمشي ورا التفكير. وكأن الهدف من العبادة هو ايه؟ هذه العلاقة. بعد التعب والمجهود من العبادة بتصل فين؟ لهذه الدرجة من الصلة. هذا يقطعه الدعاء. بس لما تحكي مع الله منك له هيك بكل بساطة
هذا ما تثمر العبادة والرحلات طويلا من العبادة بهاي الأشياء البسيطة، أن تتحدث مع الله مباشرة. Lo que dice el relato del profeta es que la súplica es el resumen de todas las adoraciones que tú realizas, y el objetivo de todas las adoraciones es conversar y acercarte a Allah subhanahu wa ta'ala, y el dua es un método que tú directamente te acercas. Y como dijo el Sheikh, que cuando uno hace un esfuerzo, sacrificio por la causa de Allah, lo que tú al final es acercarse a Allah, y ese objetivo se adquiere por medio del dua. Y una vez también escuchamos que hay muchas puertas para entrar y para acercarnos a Dios, pero todas las puertas están muy llenas de gente, pero el dua es una puerta, y ser humilde es una puerta que muy pocas personas la tocan, y es la puerta más fácil para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando uno hace dua, uno se humilla al frente de Allah. هذا الخضوع، لكن الخضوع والانكسار بين يدي الله بوابة فارغة، ليس كل الناس ينكسرون. طيب نعم، عندي سؤال. شايف una pregunta: cuando hacemos dua es necesario levantar la mano? عندنا درس هنشرح في كل الدعاء. ما الشيخ va a hacer un درس específico respecto al dua en detalle. El tema relacionado del dua. سأعنين نطفي التكييف، نطفي واحد من المكيفات ولا مش متعشين شباب؟ نعم شعب يا زلمة. ما بعرفش شايف كده فيه يقولوا لك شايف سوى دي لا شايف. لا انا مش انا مش سعاد امسا شايف. طفو طفو اوكي يا شباب. أتت رحلة الإسراء والمعراج. عشان النبي رحلة الإسراء والمعراج شو عمل؟ ماذا حدث له؟ خلاص احنا مش هنشرح، قلنا وصل النبي وهو أحد الأشياء اللي عقبت الدعاء رحلة الإسراء والمعراج. كيف بدأت رحلة الإسراء والمعراج؟ بالبراق. بالبراق. نعم، من وين بالبراق؟ كيف ومن وين؟ نعم على الكعبة. هو نعم على الكعبة؟ لا، هو راح للبيت سيدنا جبريل، جاء له شق له سقف البيت هيك وقال له تعال عندنا رحلة، وخده على فين؟ على المسجد هو الحرام. على الكعبة. نعم، بيت النبي ولا خده على المسجد الحرام، ومن المسجد الحرام بلشت الشغايب. سيدنا جبريل ما بيخش، مش هيخش من الباب، شال سقف الحجرة، فتح سقف الحجرة وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قريت مرة إنه هو كان عم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم ونام على الله. هذه تعدد هذا في شك الصدر، وهذا تعدد الروايات. نعم يا شباب، ما تخرجوا مني. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل جاله بيته، وبعدين راحوا لوين؟ للمسجد. وبعدين بس مباشرة شيء، ما صارش في تهيئ أو شيء؟ لا، كان في تهيئ طبعا قبل ما. أنا مش هعيد اللي احنا قلناه، أنا عايز كنت تحكوا معي عشان أفكر إن احنا فاكرين ولا ما احنا فاكرين. أخذوا من البيت راحوا المسجد، شو وبعدين شو اللي حصل؟ صلى إمام. إيه؟ البراك. ربط البراك. بقى على طول كده من المسجد الحرام ركب البراك ومفل، ولا حصل شيء؟ نعم، حصل شيء. ما هو الشيء؟ ابلوسيون. لا، ها ال ها 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 بوريفيكاسيون ال بوسيون. نعم، الله يرضى عليك. هي ابلوسيون. قبل الرحله الله سبحانه وتعالى اراد ان يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم، فشق صدره. كانت هذه المره الثالثه، المره الاولى وهو في الصغر، والمرة الثانية وعند الوحي كوراسون ابيرتو، والمرة الثالثة في هذه الرحلة. وفي رواية تانية بتقول المرة الثانية ما كانتش عند الوحي، كانت عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يعملش مثل المراهقين. الله سبحانه وتعالى ايضا نزع من صدره ما يهواه الشباب. هيئه الله يعني من اجل الجسد ولا روحيا طهره؟
كان شق الصدر شق جسدي ويخرج القلب ويغسل بماء زمزم، وأول مرة يشال منه حظ الشيطان عشان ما يسمع الشيطان، تاني مرة هوى النفس والشهوات، ثالث مرة من أجل أن يستقبل جبريل. أنت كيف هتتعامل مع الملائكة؟ مين أنت عشان تتعامل مع الملائكة؟ الإنسان مش مهيأ، لابد من تهيئة للجسد. هاي المرة النبي مش هي، ده النبي هيركب براك ويطلع السماء. كيف يهيأ؟ لابد أن يهيأ جسد ونفسه، يهيأ مثل ما احنا إن شاء الله لما نخش الجنة بجسدنا، ده جسد مختلف من أجل أن الجنة تحتاج إلى، والنار أصلا ومن يدخل النار مش هيخش بهذا الجسد البسيط، هيدخل بجسد ضخم جدا. تصور الجبل الدرس قد جبل أحد، ده البق بس، شوف البق هيبقى قد ايه، لأنه لو دخل بهذا الضعف النار هيتفتت في ثانية، لكن هو لازم يبقى هضبة هيك عشان يتحمل العذاب. وبالتالي هذه التهيئة لأن النبي سيخترق عالم آخر غير عالم البشر. ده مش موضوعنا عموما. نعم تفضل. لا لا ما تقلطهاش، لا ما تقلطهاش. بتشرح شيخ ولا لا؟ le pregunté al Sheikh que si bueno cuando Omar dijo que le abrieron el pecho al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sacaron el corazón para prepararlo. Yo le pregunto al Sheikh que si cuando pasó esa operación de corazón abierto, porque hubo una operación de corazón abierto, Dios lo hizo para preparar únicamente su cuerpo o es para purificarlo a nivel de alma, porque va a haber Sayyidina Jibril o va a ir al cielo, pues. Entonces el Sheikh dice que no, ambas, porque al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prácticamente Sayyidina Jibril lo iba a llevar a otra dimensión. Entonces, al sacarle el corazón y limpiarlo, le quitaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la parte donde el shaitán siempre le llega a la persona. Uno. Dos, prepararon el corazón para que pueda lidiar con los ángeles. نعم نعم هذا ما قصرت. نعم لا 4 veces sí y la tercera vez fueron 3 veces que le abrió el corazón por favor vamos a 4 veces no 3 o 4 نعم 4 4 son 4 veces que le hicieron el corazón al profeta Muhammad. Y la última vez que le hicieron eso fue para prepararlo para que pueda lidiar con los ángeles y pueda atravesar la otra dimensión, porque va a ir a un para prepararlo para, porque iba a ir un viaje a otra dimensión a través del Burak y a través de otra. Entonces no es que cualquier persona lo pueda hacer, o porque hay muchas personas que hablan barbaridades, pues inventan cosas. Vemos que el mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, lo tuvo que preparar para que pueda recibir los ángeles y pueda recibir ese viaje que es de otra dimensión. No es que hay muchos filósofos que hablan mucha tontería, pues. Sí, okay. El, نعم. Esa es la primera. ¿Fueron tres veces más? Ajá, sí. Tres veces más. Ok. Cuando dicen que no había corazón, ¿se refiere a que literalmente sacaron el corazón o se refiere a como que? Sí. Sí. Nah, que no, maddía. No, le sacaron el corazón porque el profeta tenía las cicatrices. Las cicatrices. Ah, así es. ¿Y cuando eso pasó, o sea, acuérdate que esa operación está hecha por los ángeles. Así que, entonces nosotros no lo damos. Que vamos, no, cambio de expertise. Pero eso, bueno, yo me acuerdo porque yo me imaginaba cuando era niño, o sea, cuando eso ocurrió. ¿De que iba a morir? ¿El tiempo se detuvo en ese momento? ¿O cómo? No, porque acuérdate que es por orden de los fantasmas. Es un milagro, prácticamente. Es un milagro. Por eso es el milagro, porque no está. No está amarrado con lo material que vivimos nosotros, con las leyes, no está amarrado con las leyes físicas de que si te abre el corazón y cada un tiempo muere, sino que fue por orden de los fantasmas que le dice al ángel Jibril, le abres el pecho y vas a sacar tal es como la luna partida, como dice el Hassan también, hablando por ser ومع ذلك كان في شيء من المادة. لماذا؟ حتى يفرق النبي ان هذا وهم ولا حصل حقيقه، يبص يلاقي الغرس، يعني انا اللي شفته مش وهم،
هذا حقيقة. ¿Y por qué el Sheikh dice que por qué habían esas cicatrices? Para que se sepa que eso no fue espiritual o en un sueño, sino que eso fue en vida real. O sea, para que él mismo sea la realidad del mismo Así es. والمحيطين به يرون ذلك. يعني خادم الرسول سيدنا أنس الملك قال كنت أرى أثر الغرس في جسد النبي صلى الله عليه وسلم. متخيط. أنس رضي الله عنه que era uno de los sirvientes, pues siempre estaba al lado del profeta sirviéndole. Él dice que yo vi esas ¿cómo se le dice? Cicatrices en el cuerpo del profeta. يعني حتى الملائكة حينما أخاطت فعلا مش يعني مش شيء من النور هيك وخلاص بالليزر. هو الملائكة عندهم هذا، لكن هو من أجل أن تصبح المادة شقة. لا، النبي كان يرى قلبه في الخارج، فهو وكان يسمع حديثهم وهم يتحدثون. نعم، ليس هذا موضوع. أوكي يا شباب، ما هي هالمواضيع. أوكي، عشان بس عشان الوقت ما تقوليش لي. نعم، حاضر. النبي أخذوه للمسجد، وقبل ما تبدأ الرحلة هيئوا الله سبحانه وتعالى. وبعدين شو صلى إمام بالأنبياء؟ لا، من المسجد راح وين؟ للمسجد، من المسجد الحرام راح للمسجد الأقصى. وبعدين من وين؟ من المسجد الأقصى طلع لفوق. شو حصل فوق؟ سدرة المنتهى. لا، مش هنحكي التفاصيل. وصل لحد وين؟ سدرة المنتهى، حيث لقاء الله سبحانه وتعالى. شو حصل هناك؟ لا، جبريل قبل هيك قال له مش هروح معك. لما لا، هاي النقطة ما وصلش غير النبي صلى الله عليه وسلم. شو حصل هناك؟ هو سأل، أمر بالصلاة. أمر بالصلاة. مين اللي أمره؟ جبريل. الله سبحانه. الله كان حوار مباشر بين الرسول وبين الله سبحانه وتعالى. وبعدين نزل على وين؟ على المسجد الأقصى، ثم المسجد الحرام، ثم البيت. هلا بقى خلينا نربطهم برمضان. غير كل التفاصيل الله يسعدك. لا، ما احنا حكيناها مرة، كل مرة هنقعد نحكي. حلوة. ما هو يا اللي بده يسمع يرجع للدروس، ما هي على اليوتيوب. اوكي، ما علاقة ما كناه في رمضان؟ اوكي، يلا شيخ. Después de esta pura purificación, el profeta Ali Salatu Wassalam fue trasladado a la mezquita Al-Aqsa, y después de Al-Aqsa se dio a cabo el ascenso y partiendo de cielo a cielo, llegó al límite que ni el ángel Gabriel podía avanzar, y el profeta avanzó de ese límite. Y hubo una conversación directa entre Allah subhanahu wa ta'ala y el profeta alayhi salatu wa salam, y ahí es que se nos dio el regalo de los 5 rezos. Y luego el profeta alayhi salatu wa salam volvió a la mezquita Al-Aqsa. Entonces lo que pregunta el Sheikh es que qué relación tiene este acontecimiento con el mes de Ramadán. رابط مباشر شيخ. ما هو؟ الواحد لازم يتهيأ لرمضان أول شيء. بدك تتهيأ رمضان، الواحد يتكلم مع الله والتكلم لأدنى. أوكي، طب خليني أخذها واحدة واحدة. إن الإنسان يتهيأ، وهذا ما نفعله، نحن نهيئ. كيف تهيأ؟ تلك تهيأ. 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 لكن هناك تهيأ خاص لن أتحدث عنه، بس فكروني بي لو نسيته. لماذا أخذوا إلى المسجد؟ ولماذا بدأت الرحلة من مسجد إلى مسجد، ثم من مسجد إلى السماء، ثم من السماء إلى المسجد، ثم من مسجد إلى مسجد؟ شو دخل المسجد؟ بيت الله عز وجل. بيت الله ما كان. ليش يعني الغلبة هاي؟ طب ما ياخدوا من بيته على من بيته على السماء فوق وخلاص. شو يعني؟ شو يعني أهمية المسجد؟ يعني ما بيصيرش أصلي ببيتي الحالي؟
بيسوا بس احسن تصلي جماعه. لا بيسوا بس المسجد، هاي هي الكلمه هقولها وما حدا يزعل مني. النبي قال هذا الحديث، قال لقد هممت. النبي فكر فيها، فكر فيها بس ما عملها. النبي قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، حدا يؤذن للصلاة، ثم آمر رجلا يؤم الناس. طب والرسول وين هيروح؟ ثم أخالف أنا إلى أقوام يصلون في بيوتهم. ما هو الوقت الجماعة قائمة والناس في المسجد، يمر على البيوت، مين بيصلي في بيته؟ فأحرق عليهم بيوتهم. ليش؟ المسجد من شان الرجال، وبالتالي ما بيسوى أبدا علاقتي بالمسجد هي الجمعة، علاقتي بالمسجد هي الدرس، علاقتي بالمسجد هي، ما فيش فرق فشخة بين بيت النبي وبين الكعبة. شو هاي؟ طب ما نطلع من البيت لا 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 لا، هناك أنت عبد، هناك مراسم للعبادة، بدك تحمل حالك وتروح على المسجد وما تكسل. ممكن أكسل اليوم لكن طول حياتي كسلان؟ المسجد هاي مش موجود؟ أم هو بيسوى أصلي في بيتي؟ إيه معلوم بيسوى أصلي في بيتك، السنن. صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد. إذا كنا نسوان خلينا بالبيت، إذا كنا رجال يلا نحمل حالنا ونيجي على المكان بتاع الرجال. إذا تركت شيء حتى وإن كان سنة مؤكدة، إذا تركت شيء سنة مؤكدة طول حياتك بهيك صورة ما بيسوى، ما بيسوى. وبالتالي يا شباب الأصل في الصلاة إنها فين؟ تؤتى في المساجد. النبي راح المدينة بنى مسجد في دير بن عمرو بن عوف، وبعد بأسبوع بنى مسجد تاني، وبعد بسنة كان في ثلاث مساجد في مكة، مسجد قباء في المدينة، قباء والمدني ومسجد القبلتين. شوف سنة ثلاث مساجد، شو قديش هم المسلمين؟ هو هيك احنا كمسلمين، وإما بنحط بنبني مسجد وموجودين احنا في المسجد مش موجودين في البيوت. والمسجد هو روح رمضان، المسجد على قد ما فيك تواظب في المسجد، ويكفينا ان احنا عندنا سنة اسمها اعتكاف، انقطاع تام 10 ايام ما بنقدر نعملها، ما بنقدر نعمل منها شيء، والنبي كان لا يتركها، يترك كل شيء، لا بيحضر درس ولا بيشيع جنازة ولا بيزور مريض. انت متخيل؟ كان لا يخرج من المسجد 10 ايام عشان شو؟ وهو النبي. ليش؟ وكل هالقد مرتبط بالمسجد يعني؟ وكان اذا فاته هذا الورد يقضي بعد رمضان، حتى الاعتكاف بيقضى. شوف احنا قدي غايبين وقدي، لماذا؟ لان المسجد هو الذي يصنع الايمان. بدك ايمانك يبقى على المظبوط، اقعد بس اتعود انك مش تيجي في المسجد انا اكتر شيء بي 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 ان انت جيت المسجد وما قادر تقعد، يعني جاي وقايم السلام عليكم السلام عليكم ورحت واقف على رجليك، شو بك؟ ده المسجد، احط ارتاح، اختم الصلاة وصلي ركعتين ولذلك نحن لنا حديث عن موضوع المسجد بالتفصيل طبعا ان شاء الله. نعم خير. هو احنا عند سيادنا الاحناف هو من الواجبات، بس هو الواجب في المذهب الحنفي مقابل السنة المؤكدة. عندنا سنة مؤكدة، معنى النبي اكد عليها وشدد، مثل ما قلت لك انا هلا الرسول قال انا فكرت ان انا اخلي الصلاة تشتغل وانا اروح امسك نار واقعد اولع البيوت اللي اهلها بيصلوا بيها. ليه؟ عشان هو شيء. Si el profeta ordenó algo y a la vez el profeta nos dio advertencias por no hacerlo, ya es como una obligación. لكن هي ليست بهذه الدرجة، لكن النبي هم أن يفعلها كذلك.
El profeta al-Salatu wasalam dice que yo quisiera que se hiciera el adán y luego el imam se adelantara, pusiera a alguien como imam y que empezara el rezo y luego yo me dirigiera a todas esas casas de aquella persona que rezan en su casa y quemarle todas esas casas a ellos. O sea que esta advertencia es muy estricta del profeta al-Salam. ¿Y por qué esta advertencia? El profeta nos está enseñando la importancia de la mezquita, que no tenemos excusa para rezar en la casa mientras que podamos rezar en la mezquita. Sheikh, ana samiatu بس اريد ان اعلق هذا. طب واذا كان النبي حر على اللي بيصلوا في بيوتهم، طب واللي ما بيصلوش ابدا شو نعمل؟ si el profeta عليه الصلاه والسلام dijo esto para aquellos que no vienen en la mezquita por un rezo, imagínense las personas que están completamente cortados de la mezquita. ¿Qué sería su de rezo? De rezo, sí. Entonces, ¿qué sería la situación? Entonces, el alma del mes de Ramadán es la mezquita. Y la mezquita es la que hace tu fe. Y la que fortalece tu fe. Entonces, tenemos que estar apegados a la mezquita. Llegan a nuestro momento un hadith. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له. لا, هو الحديث يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. يعني أنت جنب المسجد صلاتك في البيت ما بتسوى. الكفيف 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 اللي ما إله حدا. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم بيقول يا رسول الله أنا الفجر ما بلاقي حدا, لا أجد قائدا يقودني إلى المسجد, بيسوى أصلي بالبيت؟ أنا كفيف ووحيد وما في حدا في طريقي, كيف هاجي؟ قال له النبي أتسمع الأذان؟ قال نعم. ده سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان هو أحد المؤذنين. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان بيأذن الفجر الكاذب, وسيدنا بلال بيأذن الفجر الصادق. يعني سيدنا عبد الله بن أم مكتوم نفسه كان بيأذن الأذان, وبعد بربع ساعة بيأذن سيدنا بلال. فبيقول له أتسمع الأذان؟ ده أنا اللي بعمل الأذان يا رسول الله. أتسمع النداء؟ قال بلى يا رسول الله. قال فأجب تسمع أجب. El profeta عليه الصلاة والسلام no excusó ni aun a un ciego, Abdullah ibn Umm Maktum. O sea que podía rezar la mezquita, podía rezar el rezo en su tiempo y en la casa, pero aún el profeta le dijo que cuando tú escuches el adán, entonces que vengas a rezar, especialmente cuando uno es vecino y escucha el llamado de Allah y no lo responde, entonces se aumenta la gravedad. Por eso yo veo a algunos hermanos que van a jugar al frente de la mezquita y vienen a rezar. Sí, lo deberíamos de hacer, porque yo estoy jugando, ya sea fútbol, pádel, lo que sea, llega una llamada de parte de mis padres, yo respondo de una vez. Entonces es una vergüenza en mi corazón que yo estoy jugando y escucho el llamado de Allah y no asista a la mezquita ni por solo 5 minutos para rezar y volver. Entonces es algo muy grave, pues, porque estoy cerca y aún lo estoy ignorando. Y imagínense, nosotros somos musulmanes y hay no musulmanes que están jugando a nuestro alrededor y ellos nos están viendo a nosotros, estamos escuchando el adán y seguimos jugando y no respondemos. Entonces es algo muy lamentable. كل شيء بي يعني عندك فوتبول, عندك رياضة, عندك ما عندك, يا قبل يا بعد, لكن الصلاة لا تنتظر, وقت الله لا ينتظر. أنا أنتظر الله, الله لا ينتظرني أنا. Yo soy el que espero el llamado de Allah, no es Allah el que me espera. Nosotros podemos cargar una bata simplemente y venimos, supongamos que estamos descansando, venimos por 5 o 10 minutos, rezamos y volvemos y continuamos con nuestro juego. Pero es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta. هذا المسجد والمسجد من أجل الصلاة. كل الرحلة دي من شان شو؟ الصلاة. النبي راح كل هذا, نعم مرت أحداث, لكن في الأخير فرضت الصلاة بغير واسطة مباشرة من الله إلى رسوله. كل فرائض الإسلام نزلت عن طريق جبريل إلا الصلاة. النبي راح لها هنيك, يعني أنت مش ما ينفعش تصلي في بيتك, لازم تروح للصلاة. النبي راح لها السماء السبعة عشان يصلي, عشان تفرض الصلاة, وأنت عايز تصلي تحت رجليك؟ شو هاي؟ ما بيسوى. لازم تهيئ نفسك مثل ما النبي تهيئ وتذهب إلى الصلاة مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب. كيف أذهب؟ كيف أعيش الصلاة؟ كيف تصبح الصلاة مستراحي؟ كيف تبقى علاقتي بالصلاة مثل علاقة الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده أصلا أيضا نعمله في درس إن شاء الله. اليوم أنا عمال أحط عناوين وأقول لك هنعمله في درس.
Entonces lo que se refiere el Sheikh es que se le tiene que dar la importancia a la mezquita, y al igual que el profeta alayhissalatu wassalam se preparaba para dirigirse a la mezquita, le dio la importancia en los últimos momentos de su vida también. Estaba, ya no estaba ni siquiera en la posición de pararse, pero se apoyó y se dirigió a la mezquita. De igual forma nosotros, debe ser esa prioridad en nuestra vida, que el rezo esté por encima de todo, la mezquita esté por encima de todo, inclusive por encima de nuestras propias casas. Porque el profeta, antes de ajustar su residencia, hizo dos mezquitas en Medina Munawwara. No nos imaginemos que mezquita antes de su propio asentamiento. Entonces, la vida del profeta, de los sahaba, nos dan el ejemplo claro que de la mezquita no nos podemos desconectar de ninguna manera. اوكي يا شباب هنا نتوقف. ارجو ان احنا ما نطولناش وايضا ما ضيعناش، يعني احنا مشينا في الموضوعين مع بعض، تركنا اشياء كثيره في الموضوعين برضو، بس نحن على طول بوكو بوكو ان شاء الله ان شاء الله كونتينواريمو. اسئله اعطينا فقره غزه، مع فقره غزه دي مع الاسئله. غزه ان ان مينوتو. اوكي يا شباب، غزه ان ان مينوتو. اوكي غزه، هل هناك اسئله غير موضوع غزه؟ نعم نعم. كان يدخل في ليلة 21 يخرج إلى العيد المصلى. نصلي. كل شيء بيجيله تحت رجله. وكان لا يجلس مع الناس في المسجد. هو في معتكف. ما فيش دروس ولا في شيء ولا بقولك ولا بيزور مريض. بيقعد مع نفسه مع الله فقط لا غير. نعم. ما هو الاعتكاف، الاعتكاف ايضا موضوع نتحدث فيه ان شاء الله. كثير دروس شيخنا في العاصمه، شيخنا في العاصمه الناس يفعلون الجمهور، لكن المهم ان تفعل بالطريقه الصحيحه ليس في المخبأ واحد. لا الان يوم ان شاء الله رمضان tenemos que hacer un programa nosotros. لكن هذا يضيع على نفسه. نعم يا شباب. اوكي يا شباب اسئله. اوكي يا شباب غزه، تذكروا ان كان في اجتماع في فرنسا الاسبوع الماضي، وضعوا شيء يسمى إطار للاتفاق العام، يعني شوية بنود هيعرضوها على حماس، هيعرضوها على إسرائيل. إسرائيل استلمت الاتفاق، شو قالت؟ شطته، قالت ما بنعمل منه شيء وما بيسوى لنا. حماس استلمت وأخذت هذا الموضوع وطورته، قالت نثبت كذا ونحذف كذا ونغير كذا، وبالتالي حماس سلمت مقترح على الاتفاق الإطار العام. ما هو هذا المقترح؟ أن تحدث هدنة على ثلاث مراحل، 45 يوم 45 يوم 45 يوم، تفضي إلى وقف إطلاق نار تام. هو مذكر رأسه مش عايزين وقف إطلاق نار، أوكي نعمل لك هدنة 45 في 45 في 45 في يا خلاص هنوقف إطلاق النار، مقابل شو؟ في ال 45 45 45 لا هنطلع لك النسوان اللي عندنا شويه في اول 45 وشويه في اول 45 وشويه في ثالث 45. شو المقابل؟ شو انت بدك الاسرى؟ هنعطيك النسوان الاسرى قصاد هدول هاي الفتره اللي ثلاث مراحل. شو المقابل؟ 1500 اسير هتطلعهم من عندك، فيهم 500 محكومين بالمؤبد، مش تلاقي لي لسه انت واخدهم، انا عايز 500 من ال 1500 محكومين بالمؤبدات. ومين اللي محكومين بالمؤبدات؟ هدول القيادات الكبيره. 1500 منهم 500 قيادات، ده معنى المؤبدات. ثانيا قيادات الحركه، قيادات فتح وقيادات حماس، الناس اللي موجودين تختخوا في الحبوس بقى لهم سنين محكومين بالمؤبد، له 25 سنه واكثر. في ناس محكومه ب 700 سنه، نشوف الخوات اللي هم فيه 700 سنه عليه 650 سنه. نعم دي اول نقطه. اول نقطه الايه؟ المده 45 في 45 في 45، بعد ال 45 الثالثه وقف اطلاق نار، ما فيش راجع للحرب.
هتطلع علينا 1500 ايه اسير، منهم 500 من اصحاب المؤبدات. تفك الحصار، ما في حصار مش ترجع تقول هم ده، ما اصلا الحصار لازم المعابر تتفتح. كل يوم بيخش غزة 500 شاحنة، كل شيء الوقود والغذاء، كل يوم كل يوم كل يوم في هاي المدة لازم يخش 500 شاحنة الى ان نصل بعد هيك. ثم توضع تصور، لا اعمار غزة، يدخل 60,000 خيمة من اجل الايواء العاجل، ثم يوضع خطة لاعمار غزة في 3 سنوات تكون كل شيء اتبنى، وبعدين تصور للدولة الفلسطينية. بعد ده بعد الهدنة نتحدث في بقية الأسرة. طيب، من شان تحترموا هذا الاتفاق، يشترط أن يشرف على الاتفاق مصر، قطر، تركيا، أمريكا، روسيا، الأمم المتحدة، هدول يكونوا ضامنين للاتفاق. وهذا الاقتراح سلمته حماس امبارح لوزير خارجية قطر. وزير خارجية قطر سلمه لوزير خارجية امريكا، كان امبارح في قطر خده، واليوم هو فين؟ في الكيان المحتل. اخذ الاتفاق واداه فين؟ واداه لنتنياهو. قبل، اهلا وسهلا، ما قبل برضو. لا يوجد وقف، لا يوجد اسير واحد هيخرج من غير هذا. ما هي الشروط؟ وقف إطلاق النار وإخراج كل الأسرة. عايزها مفتفتة، عايزها حتت، عايزها بعد اليوم، عايزها بعد سنة، نحن معك. لكن في الأخير هذا ما سيحدث إن شاء الله رب العالمين. نعم، وكان هناك شرط للضفة وللأقصى، وقف الاعتداءات في الضفة وتغيير الوضع في الأقصى إلى 2002. كل هاي الخوات اللي عملوه لازم يرجعوا عنه. لا، هو اليوم وزير خارجية أمريكا ما بيقدر ما يقبل يا جلال. ليه؟ لأن الوقت أمريكا هي اللي بتقول له، أمريكا عندها أسرى أمريكان مش عارفة تاخدهم، ما هو داخل انتخاباتها كمان، عايز الجنود تبعه. ما رجع لورا مدي كام بليون، عمل اقتراح مشان يودوا له، هو ما رجعوا له ورا. في الاخير امريكا لقطة اسرائيل من راسها. امريكا عندها جنود وعندها انتخابات، وهي اللي بتعطي المصاري والسلاح. لو ما قبل معهم هيشطوه هم، لان هو نتنياهو لو ترك الحكومه الى السجن فهو عمال يمطوح فيها عشان ما يخش السجن بس. لكن كل الناس مع الاتفاق الا هو. ترجي لو que había presentado nuestros hermanos la vez pasada que hablamos, ellos lo rechazaron prácticamente. Volvieron a hacer otra contraoferta de que, okay, si no quieres un ceasefire inmediato, un paro inmediato, vamos a hacerlo durante 3 etapas, 45 días. Durante cada 45 días hay un paquete. Te vamos a entregar las mujeres rehenes que tenemos con nosotros en 3 etapas, cada 45 días una cantidad, a cambio de que van a soltar 1,500 presos. De esos 1,500, 500 son presos que estaban tenían sentencia de por vida de cárcel, y son prácticamente, los que tienen sentencia por vida son líderes que llevan 25 años 30 años encarcelados. Diariamente van a entrar 500 camiones con alimentos, medicamentos, materiales a Gaza, que están, los camiones siempre están parqueados afuera porque no los dejan entrar. Y van a levantar el Hezar, es el Hezar es... Que los tienen rodeados, el bloqueo, los tienen rodeados, bloqueados, van a levantar ese bloqueo, levantan ese bloqueo y después ponen, van a meter 60,000 carpas equipadas para que la gente desplazada viva, por mientras de que
se empieza a reconstruir Gaza y ese plan de reconstrucción va a durar tres años prácticamente. ¿Y en 3 años regrese? Ese es el plan, okay. Ese es el plan. Y obvio ahí pusieron también cláusulas para que bajen la tensión con la gente de nuestro hermano del Darfur y que regresara todo lo que en la área del Masjid al-Aqsa como estaba en el 2002. Porque ahorita ya hicieron muchos bloqueos, muchos cambios, casi la gente no puede entrar y han cambiado la estructura, ponen sus cosas, sus locuras, ¿no? En 2002 todo eso no existía, entonces pidieron ellos que regrese a como estaba en el 2002. Esto ellos se lo presentaron a Qatar y pusieron como condición de que esté como garantes Qatar, Egipto, Turquía, Qatar, Egipto, Turquía, Rusia, Estados Unidos, Naciones Unidas y las Naciones Unidas. Esos 6 que estén como garantes se lo entregaron a Qatar, Qatar se lo entregó a Estados Unidos se lo entregó a Mr. Netanyahu. مجرم نتنياهو. لكن وضع ما مثل ما قلنا وضع اخواننا في المقاومه ما شاء الله، لان هم احدى الحسنيين، يا شهيد يا منتصر، وهذا ما يفعلونه. الانيمو y la fuerza de nuestros hermanos en la resistencia ما شاء الله no ha cambiado, es más, están más claritos que nunca y más positivos que nunca porque ellos saben que لكن الالم ganamos او مارتيرس. الالم من اجل فقط المدنيين والمستضعفين، هذا وهم ايضا من يستشهد يذهب الى الجنه يعني، لكن هم يعيشون في صعوبات. لكن مهما كان صعب لن يكون مثل اهل النبي الذين جلسوا في الشمس 3 سنين، لن يكون، لانهم اليوم 124، لكن النبي قعدوا قد ايه؟ هن بياخذوا الاول من هالقصص شيخ. 1000 1000 النبي قعد في الحصار 3 سنين، يعني 1000 وشوية. De ahí ellos cogen fuerza y aprenden de que por más de que estemos pasando de tiempos difíciles, profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم pasó 3 años. Entonces llevamos apenas 100 días. Y tienes el ejemplo de tu profeta con toda su familia. Le hicieron un boicot completo. No te puedes casar, no puedes comer, no puedes comprarlo. Maltrato. Estaban rodeados, bloqueo, de todo, durante 3 años seguidos sin parar. Y nuestros hermanos llevan 100 y pico, se inspiran cuando leen sobre su querido amado profeta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعم في الأخير يعني نعيش معهم، ندعو، نستمر على واجباتنا، دور إيجابي، مقاطعة، حديث مع الناس، متابعة. نحن جزء منهم. Seguimos con nuestras con nuestros deberes hacia ellos. Hacia ellos, boicot, enseñando a la gente, hablando mucho, el dua, que puedan pasar de cualquier manera material también. نعم يلا شيخ دعاءك انت اليوم. ومنك السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، ربنا يجزيك الخير. بارك الله فيكم يا شباب، يعطيكم العافية.